عايزين دلوقتي نعرض صفحة، لما ادوس على منتج معين يطلع لي كل تفاصيل الايه؟ كل تفاصيل المنتج. دي صفحة البرودكت ديتيلز، ودي صفحة لما نخلصها هتدخلنا على موال تاني خالص اسمه الشوبينج كارت. خلاص هو اتفرج على الديتيلز بتاعته قال لك حلو بقى، انا عايز منه اتنين، انا عايز منه اتنين، دي بقى نقلنا بقى نفسنا خدمه تانيه خالص خلاص كده. فانا اجي هنا اهو كده اقوم قايل له مكالمه ويب سايت اد نيو ايتم، هعمل عايزين نعمل ايه؟ برودكت ديتيلز، تفاصيل المنتج. ممكن نعملها ويب يوزر كنترول الاول، ماشي برو ديتيل، حلو برودكت ماشي برو ديتيل. رمى لي بره تقول لا لا لا، ده رمى لي جوه الادمنستريتور تقول لا 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 معلش انا اسفين، هنا جوه ويب كنترول هنا صح. نرجع على الادمنستريتور دلوقتي خالص، هنا اهو اسمها برو ديتيل، فاضيه اهي خالص ما فيهاش اي شيء خالص فاضيه. عايزين نبدا ننظمها، هفتح كده جدول البرودكت عندي، عايز اعمل جدول تيبل كام رو، قلت له رو واحد اتنين رو على اتنين كولومز، حدد العرض قلت له مش هحدد العرض، قال اوكي اهو صفين في عمودين، صفين في ايه؟ في عمود جدول صغير خالص. قلت له بالنسبه للجنب اللي على الشمال ده كله، الجنب اللي على الشمال هما الاثنين اللي تحت بعض دول عايز ادمجهم اخليهم حته واحده، اعمل كليك يمين وموديفاي ميرج سيلز. قلت له في الحته دي اللي انا دمجتها دي عايز احط صوره وتحت البوكس، وبنزل ايه؟ ايمج. وقمت ايه؟ كبر الصورة عشان تبقى شكلها أوضح بقى، لأن دي الديتيلز بتاعته، فالمفروض إن هو ياخد حقه يعني ياخد وضعه في الموضوع. و خلاص. وهنا قلت له في الحتة دي أنا عايز أعرض كل التفاصيل دي، كل التفاصيل دي تطلع كات النو بتاعته، ممكن الكات نيم كمان مفيش مشكلة. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، فعايز إيه؟ عايز سبت الرايتنج ريت، انا سبت الرايتنج مش لازم اعرض له رايتنج ريت، اتعمل انت على السايت مش مهم خلاص. فاجي هنا من جوه الخليه دي اقوم عامل تيبل تاني، جوه الخليه دي اقوم عامل ايه؟ تيبل تاني. قلت له عباره عن كام؟ قال لي كام كولوم؟ قلت له اثنين ماشي. كام رو؟ اسف قلت له قلنا كام؟ قلنا سبعه؟ سته سبعه يعني ماشي. واحد للعنوان، واحد للعنوان ماشي. على كام كولوم؟ قلنا اثنين. على كام كولوم؟ قلنا ايه؟ قلنا اثنين. انا دايس اوكي. قوم جاي دوت في العمود الاولاني ده كليك يمين قمت دمجه، قال لي هتسميه ايه؟ وتنزل ليبل قلت له ايه؟ برودكت ديتيلز تفاصيل المنتج. وجيت هنا بقى عايز اعرض له بقى تفصيله اول واحده قلت له كاتيجوري الفئه بتاعته، تاني واحد هقول له رقم المنتج صح برودكت اي دي، اللي بعديه برودكت نيم، اللي بعديه ليه البرايس، اكيد له الماكس اللي هو بيسموه حد الطلب ولا ما عارف اسمه ايه. خلاص اكيد اخد الديسكريبشن،
خلاص. وعايز اعرض بقى هنا الايه اللي قدامه بقى، اعرض الحاجه بتاعته بس اعرضها في ليبل برضه، لانه مش حقه انه يعدلها طبعا، مش حقه انه يعدلها خالص، صح ولا ايه؟ فافضي اللي موجود هنا ده وهو ليبل. لا اريد اقول ايه، لا لا ولا تكست ولا حاجه، ما عندي مش حلو في الويب التكست يكون مش متاح انك تكتب، خيا خي قوي. خلاص ده ال بي ال ايه اسميه ال بي ال كات. اللي بعديه هو اخد من ده كوبي، اللي بعديه اللي هو البرودكت اي دي اسميه ال بي ال. هتسيبك بقى من الفيديو ده واخدك معايا بقى برو اي دي، هتعرف السيناريو يا اخي. بعد كده برودكت نيم ال بي ال برو نيم، بعد كده البرايس ال بي ال برايس، بعد كده كوانتيتي كميه ال بي ال كيو تي واي، بعد كده الديسكريبشن ال بي ال ديسك، وخلاص هيتعرض هنا نفس التفصيله دي، صح كده؟ وفي هنا رو اخير هيكتب فيه الكميه اللي هو عايز يشتريها، الكميه اللي هو عايز ايه يشتريها. حط له ليبل هنا ايا يعني كان اسمه ايه مش مهم، المهم ان اكتب فيه مثلا ايه الكميه يو وونت، الكميه اللي انت ايه كوانتيتي يو وونت، الكميه اللي انت عايزها. قمت منزل له هنا ايه تكست بوكس يكتب فيه الكميه اللي هو عايزها. تكست بوكس دوت اسميه تي اكس تي كيو تي واي، تكست بوكس ده يكتب فيه الديفولت القيمه اللي فيه، هنكتب فيه الديفولت واحد طبيعي، بتبقى معظم الحاجات الناس بتختار بتجيب حاجه. نعم لا 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 مفيش نيوميريك عندنا هنا في الويب، لا مفيش نيوميريك اب داون، ده مش موجود هنا ويندوز ابلكيشن تفرق كتير. خلاص انا كمان هكتب هنا واحد الديفولت فاليو واحد، الا لو هو حب يغيرها، الا لو هو حب ايه الا لو هو حب يغيرها. يكفي كده تكست بوكس يا دوبك يكتب فيه الرقم اللي احنا عايزينه، مش عايزين اكتر من كده، صح صح ولا ايه؟ يكتب الرقم اللي هو عايزه. وعايزين زرار اسمه اد تو كارت، اد تو كارت اللي هو ايه يشيل على السله، حمل على السله، ده اللي هيفتح لنا موضوع سله المشتريات والكلام ده كله. فانا ممكن اعمله زرار اسمه اد تو كارت، او ممكن اجيب صوره لو عندي صوره، ممكن في عندي حاجه اسمها ايمج باتن، في حاجه اسمها ايمج باتن، فين ايمج باتن فين ويرو، ادي ايمج باتن اهي، ايمج باتن دوس عليها نزلت الايمج باتن، وادور على صوره تكون كده شبيهه لمين لسله المشتريات، مش عارف عندي ولا لا. طيب اقوم خدنا الصوره دي كوبي كوبي، واروح على جوه هنا في الايمجز، قمت عامل ايه بيست، شكرا، اسمها شوبن كارت تقريبا، قوم جاي هنا على الصوره دي ومقل له الايمج يو ار ال فين، ادي ايمج يو ار ال، قوم جاي جوه ايمجز اس بالانجليزي اس اهي شوبن كارت، اوكي اهي خلاص كده. ودي بقى الميزه بتاعتها ان هي تبقى كده وفي نفس الوقت تتعامل كزرار، اقدر ابرمجها يعني، اقدر اخلي تحتيها ايه تحتيها اي حاجه، بس لازم برضو ان الكميه اللي هنا ما ينفعش تبقى زياده عن الكميه اللي هنا. الماكسيمم كوانتيتي ينفع الماكسيمم كوانتيتي يبقى 4، وهو الراجل يقول لك انا عايز منها 20. خلاص دي طبعا فاليديشن سهل جدا، واي ذس فاليديشن سهل جدا جدا اللي هنعمله بعد دول كده هنا كده، واقوم منزل من فاليديشن ده كومبير، ده هيقارن باللي فوق صح، كومبير يعني مقارنه، منزل كومبير هقول له this quantity higher اعلى من higher الماكسيمم كوانتيتي، يعني هي اعلى من الايه؟ من الكميه الماكسيمم هنا، ما ينفعش. المهم دي الرساله، معنى من الرساله كنترول تو فاليديت العنصر اللي بتحقق منه
تو تحقق من تي اكس تي كيو تي واي، هو مفيش غيره خلاص. كنترول تو كومبير هتقارنه بايه؟ بتقول اقارنه بالال بي ال كيو تي واي، اقارنه بالال بي ال ايه كيو تي واي، ان هما يكونوا الاوبريتور يكونوا هما الاثنين ايكوال بعض، لا يكون ده اقل من اللي فوق، اقل من او يساوي، يعني less than or equal، اقل من او يساوي less than or ايه or equal. فمختار هنا less than or equal، less than او equal، less than او ايه او equal. خلاص كده قالك النوع string، وتقول لا النوع مش string، النوع ده ايه integer. خلاص يبقى integer ولازم يكون operator اقل من او يساوي، قارن الاثنين دول ببعض، مش عارف هيجيبها ولا لا، لكن عملناها كده. ايه ماله؟ ما هو مجموع، ما هو هتبع قدامه يا بني ادم، مش هيطلع قدامه حسب اللي موجود هسه عندنا. احنا مثلا احنا انا محدد، ما انا بضيف جوه الداتابيز بقول افيلبل كونت عندي منه 20، ما اقدرش يبقى اكتر من 20. فدخل واحد قال لك انا عايز 20 خلاص، لكن يجي واحد يقول لك انا عايز 25 وانت قال له اصلا انا بقدر ابيع اكتر حاجه 20. فهمت الفكره؟ طيب المهم خلاص كده احنا جاهزين، بس الصفحه دي ما اتبرمجتش، احنا جاهزين بس مفيش حاجه اتبرمجت، احنا عملنا العرض بتاعها بس، عملنا العرض بتاعها ايه العرض بتاعها بس، لكن لو دوسنا على اي حاجه من دول هيروح بس مش هيلاقي حاجه يعملها اساسا. برود ديتيل لسه ما اتعملتش، الصفحه اللي هي تشغل الويب يوزر كنترول احنا ممكن نعملها في لحظات على طول عادي كالعاده بتاعتنا، يعني ان انا اقوم رايح عامل صفحه عاديه وانادي فيها على الويب يوزر كنترول، صح؟ يعني لو جاي هنا وعامل صفحة عادية وفورم عادية واسميها برو ديتيل وعلى ماستر بيج وكل حاجة، بتأكد ان انا واقف على الماستر بيج الاساسية وعمل لي صفحة ايه، وعلى طول طبعا مش هياخدها في الديزاين، طبعا كاتب السطر الريجستر بتاعي، هو كل شويه تبص له في الحته اللي بتضحك له اس ار سي بتساوي بيك يو ار ال موجوده جوه ويب كنترول اسمها برو ديتيل، اسمها برو ايه ديتيل، وما قال له التاج نيم، التاج هيبقى اسمه برو ديتيل، والتاج بريفكس مش مهم، والتاج بريفكس ايه من خدمات اليوزرز برضه. واجي هنا في الكونتنت بتاعتي اللي في النص، عملنا الموضوع ده كم مره لغايه دلوقتي؟ كتير جدا. يوزرز برو ديتيل اديها اي دي، المهم ان هي كل ران ات ايه عشان يعرف ان دي تاج من التاجات اللي بتشتغل على السيرفر، مش تاج من التاجات اللي بتشتغل على الكلاينت بس. خلاص ارجع كده باك، ادوس على اي منتج من المنتجات، هتتعرض لي ما تعرضت ليش. كنترول تو كومبير بيقول لي مش قادر اقارن بالال بال كيو تي واي، مش قادر اقارن بليبل، مش قادر اقارن بايه بليبل، مش قادر اتحقق من ليبل. يعني كنترول تو فاليديت اللي احنا حاطينه ده مش قادر يقرا قيمه الايه قيمه الليبل. مش عارف يقارن الليبل، مش عارف يقارن الليبل. طب انا انزل تكست بوكس، طب هو مش عارف يقارن الليبل، قلت منزل تكست بوكس عته مني، وقمت مسمي ده مسميه تي اكس تي ماكس كيو تي واي، وقمت مخلي الفيزابل بتاعته ايه فولس، يعني هيبقى مخفي، هيبقى موجود هنا بس ايه مختفي، عشان الكنترول لما يجي يقارن ده بمين؟ بده، عشان يبقى يعرف يشوفه، عشان يقدر ايه؟ عشان يقدر يشوفه. فانا هقول له كده ده الكنترول تو كومبير، بدل ما كان بيقارن بالال بال كيو تي واي هو مش قادر يشوف الليبل اصلا، قال لي انا اقدر اشوف التكست بوكسز بس، التي اكس تي كيو تي واي والتي اكس تي ماكس كيو تي واي، لكن الليبل ده انا مش شايفه، الليبل ده انا مش ايه؟ قلت له خلاص قارنه بالال بال ماكس كيو تي واي، قارنه بالال بال التي اكس تي كيو تي واي، قارنه بده. وانا لما اجي اعرض جوه ده واعرض جوه ده، اعرض جوه الاثنين خلاص، وده كده كده مخفي مش هنحس بيه، كده كده ده مخفي مش هنحس ايه
تحس بيه. المهم احنا لسه لغايه دلوقتي كله بقى بنحاول نعرض بس، لكن احنا اصلا لسه ما خدناش اكواد العرض. اهو عرضه لي اهو المفروض اهو، والزرار بتاعه كل حاجه، بس ولا عرضنا اي ديتيل احنا وعملنا اي حاجه، ولا عرضنا صوره ولا 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 اي حاجه خالص. لسه ما خدناش الكود اللي يقرا البرو اي دي من هنا رقم 7 ويقرا كاتن او من هنا ويعرض لك تفاصيل المنتج ده. يعرض لك تفاصيل المنتج ايه؟ تفاصيل المنتج ده. فاحنا عايزين نعمل دلوقتي كود يقدر يعرض لي تفاصيل المنتج، والبرو ديتيل دي صغيره نكبرها شويه بالفونت، خلي السايز بتاعها ايه اكس لارج. وعايزين في البي في البيج لود هنا تحت في اي حته فاضيه دوس دبل كليك في البيج لود اهو. طبعا احنا بنجيب من البرودكت، فهقول له برودكت بسميه برو بيساوي نيو ايه برودكت. عايز اقول له بقى برو دوت، عايز اجيب كل البيانات، عايز اجيب كل الايه كل البيانات، يعني عايز اعمل سيرش. قال لي اديني الحقل والقيمه، قلت له مش عايز اعمل كده، انا عايز اديك رقم الفئه ورقم المنتج، وانت تجيب لي كل الايه كل تفاصيله، وانت تجيب لي كل الايه كل التفاصيل بتاعته، صح كده؟ انا عايز اسيلكت وان برودكت، اسيلكت وان ايه افايند. حلو كلمه فايند، لان كلمه فايند اصلا بتدور، يعني هي بحث، بس بحث على سجل واحد، بحث على حاجه واحده دي الفايند. فانا عايز اقول له برودكت دوت فايند، هعمل واحده حاجه اسمها فايند، وابعت له حاجتين لسه فايند ما عملناهاش، بس انا بتخيل في حاجه اسمها برودكت دوت ايه دوت فايند، وابعت له حاجتين بالظبط كده. هيجوا منين؟ من الكويري سترينج فوق. هيجوا منين؟ من الكويري سترينج فوق. يعني لازم اقول له ريكويست دوت كويري سترينج اللي فوق اللي اسمه برو، اسمه الاول كات ان او ده واحد دوت تو سترينج، صح كده؟ ده الاول كوما، والتاني اقول له ريكويست دوت كويري سترينج اللي اسمه برو اي دي دوت تكست، يبقى انا دوت تو سترينج دوت تو ايه تو سترينج. يبقى احنا لا ممكن تبقى نل، لازم اتحقق بقى، لان لو جت نل هتطلع ايرور، لو جت نل هتطلع ايه؟ طيب انا لازم ازود شرط ان لازم يكون الكوري سترنج بتاع كات ان او موجود، ولازم الكوري سترنج بتاع البرو اي دي موجود، لما هيطلع ايرور، لما هيطلع ايه؟ يبقى انا الشرط مش هقدر انفذه غير لما اختبر، اقول له اف ان الريكوست اللي جاي دوت كويري سترنج اللي اسمه كات ان او لازم يكون لا يساوي نل، اند اند بتاعتنا دي خلاص ما عندناش كلمه اند، اند اللي هي دي اور اللي هي شرطتين واقفين خلاص. لازم يكون ريكويست دوت كويري سترنج اللي اسمه كات ان او لازم يكون لا يساوي نل، وفي نفس الوقت البرو اي دي لازم يكون لا يساوي ايه؟ عارفين يعني ايه يساوي نل ولا مش عارفين يعني ايه يساوي نل؟ عارفين يعني ايه يساوي نل ولا مش عارفين يعني ايه يساوي نل؟ بيساوي نل دي يعني ايه؟ يساوي نل يعني مش مبعوث هنا اصلا، هيخش يجيب البرودكت على اساس ايه لما هو مش مبعوث هنا؟ فلازم اتاكد انه لازم يكون ده موجود ولازم يكون ده ايه؟ لو مش موجودين هعرض ايه؟ مش هعرف اعرض، مش هعرف ايه؟ مش هعرف اعرض، خلاص كده؟ دي اولا، لو كان ده يساوي نل وده يساوي نل ابدا اشتغل الكود بتاعي من اول هنا لغايه الاخر. قال لي فايند دي اصلا مش موجوده اصلا ما اتعملتش. قلت له على العموم انا هبقى اعملها، انا هبقى اعملها. بس المهم ان هي فايند دي اما ابعت له الاثنين دول يلاقيهم، ماشي؟ او ما يلاقيهوش، ممكن ما يلاقيش منتج بالرقم ده، ممكن ما يلاقيش منتج بالرقم ايه معايا مش معايا محدش معايا ممكن. فانا عايز اقول له ايه؟ اقول له اف ان برو دوت فاين ويدور ويرجع لي ترو لو كان ايه لو لا، ويرجع لي ترو لو كان ايه لو لا يرجع لي ترو، يبقى ينفذ الاكواد اللي من اول هنا لغايه هنا. يعمل ايه بقى؟ عايز اقول له مثلا ال بي ال كات كات دوت تكست بتساوي، عايز اقول له من البرو دوت كات انه بعد كده ال بي ال برو اي دي دوت تكست هتجيب من البرو دوت برو اي دي، بعد كده ال بي ال برو نيم دوت تكست هتيجي منين؟ من البرودكت دوت ايه؟
البرونين معايا ولا مش معايا؟ محدش بيرد عليا. بعد كده ايه اللي بيقل؟ البرايس دوت تكست هتساوي البرو دوت برايس ولا ايه؟ ما انا هجيب بقى اللي موجود عندي من جوه الكلاس اخده وانقله احطه جوه الايه؟ جوه الليبل. اخد من جوه الثلاثه احط بعد ما دورت فايند ولقاه. طالما ان الاب ده انقل بقى احطهم جوه التكست بوكس عشان يتعرضوا. احطهم جوه التكست بوكس عشان ايه؟ يتعرضوا. بعد كده ايه اللي بيقل؟ افيلابل كوانتيتي او كيو تي واي. اللي بيقل كيو تي واي دوت تكست بيساوي البرو دوت كيو تي واي. افيلابل كيو تي واي ما تنساش. والتكست بوكس المخفي. والتكست بوكس الايه؟ معاه مش معايا. التكست بوكس المخفي بقى تي اكس تي ماكس كيو تي واي دوت تكست برضه هجيبه من البرو دوت افيلابل ايه؟ كوانتيتي. بعد كده الديسكريبشن. ايه اللي بيقل الديسكريبشن؟ دوت تكست بيساوي البرو دوت ايه؟ ديسكريبشن. حاجه ثانيه الصوره. الصوره كانت اسمها ايه؟ زمان ايمج 1 زي ما هي معفنه كده. الصوره هيك اسمها ايمج 1 معفنه فعلا كده. تقول لا اسميها اي ام جي برو. تقول اي ام جي برو دوت ايمج يو ار ال عنوان الصوره. قال لي ايوه. تقول روح جوه فولدر اسمه ايمجز. صح؟ جوه الفولدر اسمه ايمجز. هتلاقي عايزين بقى رقم الفئه. عايزين رقم مين؟ الكات ان او. اقول له برو دوت كات ان او. قال لي ماشي. قلت له بعد كده شرطه. حد زعلان من دي؟ قلت له بعد الشرطه البرو دوت البرو اي دي وبعديهم دوت جي بي جي وخلاص. خلاص في ايرورات هنصلح. ربنا يسهل ونصلح. تعال نصلح. سيبك من تصليحه الفايند لان دي بيقول لي انت ما عملتش اصلا الفايند. ما عملناش اصلا الفايند. قلت له ماشي انا بقى نعملها ان شاء الله. بالنسبه لدي دي البرايس ودي. قال لي ده البرايس دي عباره عن دبل وده عباره عن تكست. ازاي تحط دبل جوه تكست؟ قلت له دوت تو سترينج. قال له بالنسبه للكميه الكميه دي عباره عن انتجر ودي عباره عن تكست فازاي تحط؟ قلت له دوت تو سترينج. دوت تو سترينج. خلاص كده خلصنا المشاكل دي. فاضل لنا مين؟ ما برمجناش اصلا الفايل. ما برمجناش اصلا الفايل. اللي هي بتاخد رقم الفئه ورقم المنتج وتحط جوه الحاجات دي بقى. تحط جوه البروبرتيز دي. تحط ايه؟ تحط جوه البروبرتيز دي القيم بتاعه الايه؟ بتاعه الحاجه. انا مش لسه ما برمجتهاش عشان اعمل حاجه زي كده. اقول له ارحل فايند وام جاي هنا اقول له جنريت ميثود. يعني خرج لي ميثود اللي اسمها فايند حطها لي جوه البرودكت. اللي اسمها فايند حطها لي جوه مين؟ فراح عملها فاضيه دلوقتي. لو راح هو دلوقتي شال الايرور بس هو عملها هناك فاضيه. احنا لسه ما برمجناهاش. عملنا جوه الكلاس ايه؟ جوه كلاس فاضيه. بقى في حاجه اسمها فايند بس الفايند ده هتلاقي دلوقتي فاضي. هتلاقي الكود بتاعها فاضي. يعني لو رحنا كده على الكلاس بتاعنا اب اندرسكور ده كود. فين فين اللي اسمه ايه البرودكت؟ ادي البرودكت اهي صح. تعال دور تحت كده. ادي في فايند نزل. ادي في فايند نزل اهو وبيرجع بوليان بس بيستقبل بي وبي 2. قلت له لا مش بي وبي 2 بقى خليك نضيف. استقبل كات نمبر صح والبرو اي دي. قال لك هنا بتطلع خطا. قلت له لا مش بتطلع خطا هنا بقى. نعمل ايه بقى هنا بقى؟ عايزين نكتب كود. قلت له كود عباره عن كود بسيط جدا. جمله سترينج. جمله كويري بسيطه. جمله كويري ايه؟ بتقول سيلكت استريسك فروم برودكت. هات كل من جوه البرودكت بس بشرط الكات ان او تكون زي الكات ان او اللي جت هنا والبرو اي دي زي البرو اي دي اللي جت هنا بس. فيجيب لك منتج واحد. فيجيب لك منتج ايه؟ يعني الجمله هتقول كده سيلكت استريسك فروم برودكت وير ان الكات ان او تكون بتساوي ايه؟ قلت له الكات ان او اللي اتبعت لي صح؟ اند البرو اي دي يكون بيساوي. قال لي بيساوي ايه؟ قلت له زي البرو اي دي اللي اتبعت لي وبس. خلاص وبس ايه؟
طبعا ما حطيتش ولا سنجل كوما سنجل ولا كان ده خالص. ليه؟ لان كلهم كانوا جوه الداتابيز ارقام نمبر مش سترينج، ده رقم وده جوه الداتابيز برضو ايه رقم، ما حدش مركز معايا. او لو رحنا دخلنا قاعده الداتابيز اهو جدول برودكت لكامين اوبن تيبل ديفينيشن اهو. يلا يا ابني امشي اتكل على الله. ده سده ولا ده رقم ولا ده رقم، ده لاني برتشو ده لاني برتشو. لازم نعملهم بقى بسنجل و اما تعملوها بسترنج دوت فورمات. انتوا بتحبوا ايه؟ ادي سترنج دوت فورمات هتبقى جمله اسمها سيلكت استرسك فروم برودكت وري ان الكات ان هو بتساوي. سيبك بقى من العك اللي احنا عاملينه ده كله. وهنا اول حاجه بتتغير صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ اند ان البرو اي دي يكون بيساوي ها كمان حاجه بتتغير صح كده؟ بس اقول له اول حاجه بتتغير دي اللي هي الكات نقول هنا دي تيجي من ده، والتاني حاجه بتتغير هنا اللي هي البرو اي دي اللي هتيجي من فين؟ من ده. هو عامل كده كوما وما قال هنا الكات ان هو اهو كوما قال له البرو اي دي، قلت له ادي البرو اي دي اهو بس خلاص. يبقى جمله عبيطه جدا ما فيهاش اي مشكله. سيلكت استرسك فروم برودكت وري ان الكات ان هو بتساوي كذا اند البرو اي دي بتساوي ايه؟ كذا. خلاص كده الجمله دي لما يجي نرنها احنا كنا مظبطين حاجه اسمها سيرش لو تفتكر، كانت بتاخد الجمله تنفذها لك. طب بتاخد جمله ايه لو انت مش فاكرها؟ بص على 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 السيرش اهي. لا مش دي، لا دي كانت بتنزل على سيرش تبعت لها الجمله ترجع لك جدول، ترجع لك ايه؟ بعت لها جمله ترجع لك جدول. انا عايز اشتغل عليها فاقول له هنا سيرش قال لي ابعت لي الجمله، قلت له ادي الجمله اهي ادي كويري اهو. ازيك عامل ايه؟ ثواني بقى عليا ثواني عليا ما تخشش كده بدماغك في وسط الموضوع. هو خلاص لما اقول له سيرش وابعت له الكويري كده وبعت له الجمله هيرجع لي جدول. هيرجع لي ايه؟ الجدول. الجدول ده عباره عن ايه؟ عباره عن ناتج تنفيذ جمله سيلكت، عباره عن ناتج تنفيذ جمله مين؟ جمله سيلكت. سيرش وبعت له الجمله خلاص هيرجع لك جدول في كل البيانات، واحنا عارفين البيانات دي عباره عن ايه؟ سجل واحد، لان انا باحث عن عن الفئه برقم الفئه ورقم المنتج، ورقم الفئه ورقم المنتج هم البرايمري كي، وطالما بحس بالبرايمري كي بقى يجي سجل ايه؟ واحد، لان البرايمري كي ما بيتكررش، البرايمري كي ما بت ايه؟ طيب بس هم بيرجعوا في شكل جدول، في شكل مين؟ جدول، في التي بي ال، فاكرين التي بي ال؟ ما عندناش تي بي ال؟ ما عندناش تي بي ال، ممكن اعرف له داتا تيبل، اعرف له حاجه اسمها داتا ايه؟ جدول يعني اسمه تي بي ال، واقول ده بيساوي اللي هيجي من السيرش لما ابعت له كويري. السيرش لما ابعت له كويري هيجيب بيانات يحطها جوه مين؟ اصبح التي بي ال ده شايل البيانات اللي جت من جمله الاستعلام، اللي جت من جمله مين؟ يا اما يبقى فيها بيانات يا اما ما فيهاش ايه؟ لو ما فيهاش بيانات يبقى يا اما الفئه غلط يا اما المنتج غلط، يا اما الفئه غلط يا اما المنتج ايه؟ يا اما المنتج غلط. فانا اقول له اف لو التي بي ال دوت روز يعني الصفوف دوت كاونت يعني عدد الايه؟ عدد الصفوف لو كان بيساوي صفر معناه انه ما جابش حاجه، معناه انه ما جابش ايه؟ يبقى ريتيرن ايه؟ فولس. يبقى ريتيرن ايه؟ يبقى ما لقيتش، يبقى ما لقيتش. إلس يبقى جاب بقى، يبقى جاب بيانات صح؟ طالما إلس يبقى جاب بيانات. تعالى لي بقى هنا جاب بيانات هنا نشتغل بقى. بعد ما نشتغل اقول له في الاخر خالص ريتيرن ترو، في الاخر اقول له ريتيرن مين؟ ترو. في الاخر خلاص اقول له ترو. لكن دلوقتي لو كان يعني عدد عدد كاونت الروز عدد الصفوف اللي في الجدول، شوف الكلام منطقي ازاي بس اقرا من اليمين للشمال كده. خلاص عدد الصفوف اللي في الجدول لو كانوا صفر معناه ان هو ما لقاش، معناه ان هو ايه؟ هيرتيرن فولس. إلس يبقى لا، طالما لا هنعمل هنا شويه اكواد وفي الاخر نريتيرن الايه؟ الترو. ايه الاكواد دي؟ انا عايز اجيب بقى البرو اي دي ومحطه في جوه المتغير بتاع البرو اي دي، اجيب البرو نيم واحطه جوه البرو نيم، اجيب الديسكربشن احطه جوه الديسكربشن، اجيب مش عارف ايه عشان يقدر يعرضه، عشان يقدر ايه يعرضه. انا كل اللي اعمله هنا اقول له بص ذس اللي هو الكلاس بتاعنا الكات ان اقول له جواه، قال لي مالها؟ قلت له هتيجي من التيبل انه رو، قلت له الرو الاولاني الرول ايه اللي هو رقم صفر، ما هو اول رول اللي هو رقم كام؟ معايا ولا مش معايا؟ يعني مش معايا انا له رقم صفر. طب العمود رقم كام؟ قلت له العمود رقم صفر. بص كده على الداتابيز اهي
عمود رقم كام؟ اول واحد يعني صفر، اول واحد يعني ايه صفر، هم قالوا دوت 2 ايه 2 سترين، وبنفس الطريقه اللي بعده ثم اللي بعده ثم اللي بعده، وطبعا اعرض مين؟ اعرض دول كلهم صح كده، او اخد ده كده كوبي عشان ما اضيعش وقتي، اقول هنا زيز مش دوت كات ان هو بقى دوت مين؟ برو اي دي، برو اي دي هيجي منين؟ بس نفس القصه بس العمود اللي رقم واحد، العمود رقم ايه؟ رقم واحد. اللي بعده بعد البرو اي دي مين؟ البرو نيم، ده هيجي بس هيجي من العمود رقم كام؟ اللي بعديه اللي هو رقم كام؟ رقم 2. اللي بعده بعد كده البرايس، بس هيجي من كام؟ من 3. مش هيعرف برضو يحوله، قال لي ده طبعا ده دبل وده سترينج ازاي؟ قلت له طب ماشي اصبر علينا شويه في الاخر، في الاخر بقى نحلها في حلال. والافيلابل كوانتيتي هتيجي من العمود رقم كام؟ 4. ها اللي بعده الرايتنج ديت، مع اننا ما بنعرضهوش، هيجي من العمود اللي بعده اللي هو رقم كام؟ 5. اللي بعده اللي هو مين؟ الديسكريبشن، هيجي من العمود رقم كام؟ رقم 6. خلاص كده، خلاص كده الديت ده احنا ما بنعرضوش، الديت ده احنا ما بن ايه ما بنحتاجهوش، الديت ده احنا مش محتاجينه خالص، لكن هنا في ايرور عندي جوه البرايس وجوه مين الافيلبل كوانتي. ليه؟ قال البرايس ده دبل واللي على اليمين ده ايه سترينج، ازاي احط سترينج جوه الدبل؟ انا مش عارف، اقول له كونفرت. عامل ايه؟ كونفرت، كونفرت يعني حول دوت تو دبل، حول لي دبل، حول لمين؟ حول دبل من اول هنا لغايه هنا، فكده ده خلاص هيحوله. طب وبالنسبه للافيلبل كوانتي اللي هو الانتجر، قال لي ده سترينج وده انتجر، يعني ده نص وده رقم، قلت له خلاص حولها لي بكونفيرت دوت تو انت، دوت تو ايه انت، قال لي انت 16 و32 و64 اي حاجه، الانت دي الحجم، 16 ده الحجم او 32 حجم اكبر اللي هي 2 اس 32 او 2 اس 64 الى اخره، قلت له ايه لا 16 اللي هي مين 16 بس كده. المفروض احنا برمجنا الفايند وبرمجنا كله، قلت له والله نبدا نرجع نشوف بقى كده العك بتاعنا هيحصل فيه ايه لما ادوس مثلا كليك هير عشان يعرض لي كل المنتجات. ادوس على منتج من المنتجات طلع لي قد تفاصيله اهي، وصورته الجميله ما طلعتش هنا، لكن على العموم هو قال لي الماكسيمم 10 صح؟ فدي نكتب هنا كده كلمه 20 وامشي والعب برده عادي. طيب مش مبرمجين الزرار طبعا، اهو طلع اهو الكميه دي اكبر من الكميه اللي ايه؟ الكميه اللي انت حاطها ماشي اوكي، بس الصوره فيها بروبلم. قلت له كوبي الايمج ادرس وريني كده العنوان بتاعها اهو، قال لي ويب يوزر كنترول ايمجز، يا راجل ايمجز يا راجل ايمجز، ما جوه البرو ايمجز، جوه البرو ايمجز، وبعدين مش جوه ويب كنترول، مش جوه الويب كنترول وجوه برو ايمجز. قلت له انا اسف، فين انت؟ اسفك من دي، الكنترول فين؟ ادي الكنترول اهو، كنا بنعمل ايه بقى؟ الصوره قام جاي هنا في اي حته فاضيه دبل كليك، انزل تحت تحت تحت، ادي الايمج يو ار ال، ايمجز يا راجل، والنقطتين شرط، اطلع بره كده، طلع بره مين؟ بره الويب يوزر كنترول. بعد كده يلاقي في حاجه اسمها برو ايمجز صح كده؟ جو برو ايمجز يلاقي بقى الصور. قلت له ماشي، ارجع كده بقى لما عدلت الحته دي ادوس على عرض كل المنتجات، اروح على اي منتج من المنتجات اللي عندنا دي، ده مثلا صورته طلعت هنا مفيش اي مشكله خلاص، وادي التفاصيل بتاعته، وادي الديسكريبشن والكلام ده كله، تعالى هنا طبعا دي جربناها خلاص وخلاص. طب ده ندوس على احدث منتج عندنا، هات داتا شو سوني ده اللي هو كان شكله وحش، على طول بقى من اللي هي الليتست دي اللي هي احدث المنتجات، بص عليها شغاله بقى، ما تحرفنا على نفس العنوان، حرفنا على نفس الايه؟ على نفس العنوان. ولو دخلت مثلا على فئه مثلا
لابتوب مثلا هيعرض لي كل المنتجات صح؟ هيعرض لي كل المنتجات، لقيت منتج اهو اتش بي كومباك مش عارف ايه، دخلت عليه هيبعتني على الصفحه بتاعت البرو ديتيلز، احنا مظبطين نفسينا، هو عرضنا على صفحه البرو ديتيل وطلع لي التفاصيل بتاعت الايه؟ بتاعت المنتج ده وهكذا كده. البرو ديتيل بتاعتها بتعرض التفاصيل عشان نبرمج بس بتاع اضافه للسلفه دي، انا بعتبرها خدمه جديده. كل ده اسمه خدمه عرض المنتجات او البرودكت كاتالوج اللي هو كتالوج المنتجات. خلاص فاضل لنا ازاي نعمل السيرش العام، نعمل السيرش العام بتاع كله ايه فري شيء. خلاص الف مبروك الف مبروك، عقبالي كده ادعي لي، عقبالي ادعي لي ماشي، ادعي لي بالثلاثه خلصوا كده انت الكورسات ايه خلصوا كده انت اما مشروع الفيجوال بيزنس خلصت دلوقتي ايدي مش حاسس بصوابعي. المهم يعني دلوقتي فضلنا السيرش العام اللي هو البحث العام بقى، وقبل ما اخش في خدمه سله المشتريات